السلام عليكم جميعا، مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ أنا اليوم بدي أعمل أنا وياكم شوكولا بالرز، مع الرز المنفوخ ومع الفستق الحلبي. أنا فيه على القناة فيديو كيف أنا عملت الرز المنفوش، فيكم تشوفوا كيف أنا عملته. وإسا أنا حطيت هون طنجرة مي دافية، حط فوق الطنجرة، وعندي هون 100 جرام شوكولا، حطهم هون بالطنجرة على البخار. هذه الشوكولا فيها حوالي 75% كاكاو، يعني لازم تكون منيحة. وحط لها حوالي 60 جرام زبدة، وحط لها شوية سكر ناعم، ملعقة صغيرة، ملعقتين سكر ناعم، روح ذوبهم. بس يذوبوا هون ذوبهم شوي شوي على البخار، ونحط الرز فوقهم، ونحطهم بهيدا هون، خلوهم حتى يصيروا باردين، وبناكلهم هدول. هذا ما فيه مواد مصنعة كيميائية أو أشياء أخرى، ما فيه شيء أبدا. أنا رح أحط بعد فوق 50 جرام شوكولا بيضة، أطلع فوقهم. هذه بتعطيها الشوكولا نكهة طيب. إذا ما عندكم شوكولا بيضة ما فيكم تحطوا، بس الشوكولا العادية مش مشكلة أبدا. بعد شوية زبدة، يعني أنا صار عندي 150 جرام شوكولا، 100 جرام شوكولا سوداء هيدا، و50 جرام شوكولا بيضاء، و80 جرام زبدة، ملعقتين صغار سكر ناعم، نعمل على البخار. الشوكولا صارت دايبة، ونحط لها فستق حلبي مطحون، ملعقة اثنين، نحركهم مع بعض، شي جميل جدا. ونحط لهم هيدا الرز منفوخ، ونحركهم جيدا مع بعض. صاروا خالصين، ونحط هون شوكولا هيدا مع الرز، شي حلو حلو كتير. نحط كمان بعد فوق هاي نص فستق حلبي، نحط الباقي هون كمان فوقون. انا رح اعمل بعد اكثر منه، انا حبيت فرجيكم. تعملون هيك حتى الهواء روح منا لهي الشوكولا. حلو كتير، بس انا بتحطوه هون حتى يصيروا باردين، بعدين يصير عندكم الشوكولا مع الرز المنفوش. صاروا هيك انا حطهم، قلت حتى يصيروا باردين، بعدين بفرجيكم عليهم. بس انا هاي الشوكولا جبتها قبل ما تصير كتير جامدة، بتجيبوها بتقطعوها بالقطع اللي انتو بدكم اياها، قطعوها هيك شايفين، قطعة صغيرة اما كبيرة
مثل ما انتو بدكم، يعني شيء بعدين بتصير سهل كتير انه تقيموا القطعة منها. اوكي مثلا انا عود حطها تفين عود حطها انا حتى تصير اكتر باردة، وبعدين اسا انا معاش قطعها بتصير جامدة وبقيموا القطعة منها ومنكلها. شيء رهيب كتير. هذه الشوكولا صارت خالصة، نحط فوق إذا بدنا شوية سكر ناعم إذا بدنا. هون عنا الرز المنفوش، هذه أعملوا مثلها. بركات الله عليكم، الله معكم ومع السلامة. وما تنسوا الإعجاب بهالقناة والاشتراك إذا كانت بتعجبكم. الله معكم مع السلامة، باي باي، بارك الله بكم، مع السلامة. طيبين طيبين طيبين، أكل رهيب.